لا ننسى، لا ننسى أن لهذه السهرة مناسبة، والمناسبة تحملنا إلى هدف بعيد، هدف يحمل في طياته سلامة المواطن. إنما المناسبة تجعلنا في نفس الوقت نتخيل قضايا ومشاكل ومباحث وإلقاء القبض على المجرم. وفي هذا الإطار، وفي هذا الإطار سوف نعيش معا قضية ليست كالقضايا المعروفة طبعا، إنها قضية تفتيش في قالب فوكاري، والمشهور في هذه القضايا هو المفتش الطاهر في سكاتش، في سكاتش يحمل عنوان الكياسون. استفداد راني خلصت. شوفي لك اش ما نسيت. سرفر تيرغال قمت جاني لا تريكو صفر قارسون طويل مقطع وعلى ما خيطوش. اوكاتي ما تخلق با صباط او بورتفاي فارغ. أيوة كاش ما نزيد وزا تبكن با آية تمضيهم ملا آية خفنا يا سيدي. أمضينا كانوا عندك درام؟ عاد مانيش عارف كيف اسرع مالكش عارف. اي فور حطوا الصوارد معلوم، واذا كانوا ما مع الحوايج وسرقوهم لك؟ عاد انا مانيش شافي. بون امضي هنايا وكي تشفى قول لي. لا 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 عاد انا ما نمضيش. امضي هنا يا سيدي وكي تفكر قول لي. واش من حمام سرقوك فيه؟ حمام الاستقلال. حمام الاستقلال. بون على كل حال هاد لافير يلزم لها انكيت. واذا عندك شهود يا انسبكتور ماذا بك تقولهم يجيو يشاهدوا؟ هاد الانكيت هادي مدي شكون يخدمها؟ انا؟ انت ما تنجمش تواسي انكيت على روحك؟ نو هيا اسكت ترمى الواحد يضربك بكبكبه؟ عاودينا عاودانا عاودي جاو طايرت لي عاودي لي انت. ولكن لونكات يا عسكري عاودانا لونكات عاودي جابتيتها عاودي قريب انت معاها لور. كنت قول لي يا عسكري بديت لي الفيني كي تفهم عليا انت. ياسين على ارتاحوا لازم من تاعهم حتى نولي صح. حاضر تقرديهم هنا ترد بالك. حاضر انسبكتور. الواحد لوتر ما يهرس كل هذي. بابا انت الاول. تفضل. اش اسمك؟ عمارة السعيد. عمارة السعيد وين تخدم؟ كياس. كياس واش وين تسكن؟ انا نسكن في الحمام. ولكن ما عندكش دار وين تسكن؟ ما عندي لا دار لا دوار.
معها في حمام الاستقلال. صح. أفضل. أنت يا سيد. أش اسمك؟ وحوش علي. وحوش علي. واش تخدم؟ نخدم للطبيب. كيفا كيفا عاود عاود؟ يعني نقول لك راني نخدم أنت عايز الطبيب. أيوا راك تمسخر بيا ولا واش؟ لا أنتم اللي راكم تمسخروا بينا. وعنده الحق، احنا يا ناس خدامين خاطيتنا هذه السرعة. أيوا لكن هذا واش راهم يديروا هنا؟ صباح الخير سيد الكوميسار. هادو كياسين تاع حمام جابهم في تستهر. على حسابنا ما واسا والو. كيما داروا والو، علاش راكم مخلينهم هنا؟ صباح الخير يا سي الحسين. عفاش كي دبي؟ سي عثمان انا فاسي سي عمار غادي يسفهمها. انا سي طه غادي نشري غورنا. ايوا اي هاشتاغي وسادي الشوشوت ويجي فوق يفادو كرناس الشطر نسي بوادر كل هكاكي. دايا دايا هيا روح تا في منو نجي صحيح يا حماد يا سي الحسين. على خير بسلامة سامحونا. بسلامة بسلامة بسلامة. ورا صاحبك راه يلبس في حوايجه. خرج من الحمام غرب بالقبقاب والفوطة. اضحك اضحك. انتوما واقيلا في زوج نبعثكم تخدموا في الصحراء. هاك تسمع ماني قلتها لك. وعلاش انكم نزار؟ وعلاش هو يوسعها وانا نخلص؟ ما صار. فين رامك يا ياسين؟ راح كيسو انسبكتور. شكون قال لهم يروحوا؟ السيد الكوميسار هو اللي قال لهم يروحوا. وقال لي انا انتم في زوج نبعثكم في الصحراء تخدموا. بصح انا جبتها رجليه. قلت له يا سيد الكوميسار غير هادي الحياه بار. اسكت اسكت. سي با لا بان تهدر. لو كان ما نعرفكش نقول بصح. انت تقول لسيد الكوميسار. واش رايح دير؟ اطرح عن تليفوني لهم كله حزوش كلمات. عفاش راك تواسع سبيتر. هذا ما تخلك هذا انا كان بالك هو كيما انت. دبر راسك. جالس ورا نزبر راسي. الو سي الكوميسير. هذا انا فرتيك. هذا انا كيما ماشي كيما الاخرين. اكل عيتك. الور تخليني نبرد كلبي. الو سي الكوميسير. هاك انا من عندي رحت بيع اللفت على روح. هاك انا اليوم نختم الراب. مع من كنت تهدر؟ مع من كنت تهدر؟ عاود سكت نهدر وحدي سيد الكوميسير. عمر مهم سيد الكوميسار. كي يكملوا الخدمة هبطوا للسيلون. اليوم يباتوا هنا. مالي سيد الكوميسار. مالك سيد الكوميسار إلا ما قلت والو. وعلى عبدك وعلى راكم فهمتوا واش دور روحكم اني عند ستانجين فيكم. هذا تخدم له رابور. مليح. هذا نفحت لك. هكذا حضرتي يا جرتي. هيا طبق. صح سيدي. انسبكتور عم دوسيات نتاع الدراري اللي حكمناهم. فكرتني. هذا راني بعثكم فوكاسيون لوالديهم وقلت لهم بلي يجيو اليوم. اش بيك تخمم انسبكتور؟ أنا راني نخمم على وليد عمي. هكا مازال ما براش. بيان سور مازال زاد هبل. تعاد يمشي في الطريق ويسير بي في التيكيات. تيكيات
تيكيات لعبتها من الكدام تيكيات افانسي افانسي تيكيات تخليو لنا حل بلاصه للمراه هذيك تيكيات تيكيات ما لا راه فيها ها على ريك لعبتها من الكدام عمرتها من الافريك ما لا راه فيها هادي ما فيهاش طحنا وسيا وطرحنا فيها تصبيب قال لي تصبيب قال لي وبالكل هبلنا مياو كل واحد بالديجري نتاعو ولكن يا انسبكتور نحب نفهم هذا الشيء منين يوقع تحب تفهم نعم زادي من العقليه المعوجه نتاع العباد ساعه تيكيات الناس على حسابي على حسابي انا الناس يبدلوا العقليه نتاعهم بيان سور يبدلوا العقليه نتاعهم كومون اروح انت اروح انت وصي فوت تبدل العقليه نتاعك لا لا يا خويا راني لاباس هايبه اسمح لي يا انسبكتور ندخل الدراري بيان سور ادخلهم دخلهم قنا دخلهم الو البانزيان تاع البلاد اسمع انت يا سيد انا حيدك ما نجيبكم بلا تشنف عليك لا 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 خليها وزادك يا ودي حبي تجيبها وتكون الحاج خويا ولا خوك واسمو الحاج اتركوا تحكم باتنا وانتو تشوفوا انتي شكون يضحك اتفضلوا السلام عليكم جوزو اتفضلوا هكذا يا سيد علي هكذا تبهدلني صحفي يما تماك هكذا تجيبني انت الكوميسار استني انا راح تسكنتي في بلاصتك دروك ربيت ولادكم وما يبهدلوكمش كيعودوا نص طزنا دراري يا صاحبي واش تربي فيهم شادوهم في دارك حتى تكون عندي دار كاين الناس اسكي ما عندكش الدار فين راه تسكن انت انا نسكن عند واحد بن عمي في صلامبي احنا في 8 كريم بيت وحده ب 100 دينار في الشهر ب 100 دينار واش تخدم يا سي الكوميرس كوميرس واش في الكوميرس المكاطون في الطريق ونديه نبيعو في الوزير نتاع كاطر اقعد تعيط له الكوميرس انت هاو كوميرس هاو يسمى نخدم عند روحي يا سيدي تكداش تصور انت انت كل نهار كيفاه ساعه 800 ساعه 900 ساعه اللحق حتى 1200 اولادك يقرا ولا ما يقراش انت كان يقرا وبطل انت اللي بطلت لي وقلت لي روح بيع الحاجه من بلاصتك انت انا قلت لك بيع المحاجب يا واحد السواد ما قلت لكش روح اسرق حتى السرقه ما يعرفش يسرق اي بيان صوره ما يعرفش يسرق ادرو كان يعرف يسرق او ما يكبدوش ايوه كان بزاف الناس او يسرقوا يا وزاتوك ما نقبضوهمش وزاتوك يعرفوا يعطيك الصحة سيدي كل واحد وصنعته على بالكم يا سادات بلي ولادكم راهم سرقوا موبيل وسرقوا دراهم وصدموا على بارت مامولي كانوا غايبين ندي شكون الكافس فيكم ايوا تخلوا ولا ما تخلوش استنى انت راك تبيني لانكيت هادي وحتى كنت مدي شكون فيكم ما وجاتو الفكرة او بس سلطنوا ايوا ايوا كلمو كوكو قولهم شكون ندخل ايوا دي شكون هذا كوكو وليدي سيد علي هو اسمه سيد علي بصح انا عزيز عليا مسكين كوكو اي لا 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 هادي ما كما هادي تاع كوكو هادي ما كاش هادو اسمو سيد علي وتعيطي له سيد علي اي بلا واش سيد علي اي كوكو هادي وعلى هادي جدي وراتك ما جاش
راجلي راجلي عندنا 6 سنين ملي طلقنا. على ديد واش طلقتو؟ على خاطر واحد الوقت رجع ما يدخلش يبات في الدار، ودائما يقول لي راني نخدم، حتى واحد النهار فقت بيه باللي بالزوج مع امراه اخرى. كي قلت له طلقها ما حبش يطلقها، روح زكيت بيه لدار الشرع، جا جيش طلقني منه. هو راه مهزني وانا بقيت باقي 5 دراري. راهو مديكم من المصروف؟ ها من نهار اللي خرج من الدار فرق ما مدوليش. اما راجل تسكيت بيه لدار الشرع حاكمه له 6 شهور حبس. تيالور اوت كيف راكي عايشه انت والولاد نتاعك؟ انا خدم الميناج عند الناس. وكي تروحي تخدمي ودراري لمن تخليهم؟ يقعدوا عند الكوزينتر. بلا راه على ديد واش ما تزوجيش؟ انت واقيلا ما زلت نيا، شكون هذا الراجل المهبول اللي يتزوج معاه مراه عندها 5 دراري؟ با خلينا وليدك يقرا. ما يقراش، كان يقرا هادو قرا كل عشيه يروح للتبان يبيع ولاد الدجاج مغليين، وما يدخلش حتى ال11 ديال الليل في السوبات. ايوا قالر تبت الكرايا او باش تبيع الولاد الدجاج مغليين. قداش في عمرك انت؟ 16 سنة. وشحال عندك ملي بطل في المسجد؟ 4 سنين. صغير يا انسبكتور. بيان سور هاد صغير. او زادي حتى تقولها لي انت. با او مازال ما قلتوليش مدي شكون جاتو الفكره او باش سرقتو الطوموبيل. كوكو العزيز قولهم بلي ماشي انت خاطيك. اسمعي اسمعي، راني نشوف فيك راكي حابه تمنعي وليدك باش تحصلي ولادنا. والله غا يعطيك الصح، اللي كنت خامم فيها انا راكي قلتي انت. اسمع انت يا غلط فمك، وصلت ما هدرت معك يا قصي. المرا هذه عندها الحق من قبل، وانت سيدي علي قول له ما كذا كذا. كوكو قول له خاطي، كوكو قول له ماش انا. وش يحب يقول هذا؟ يحب يقول كوكو يحصل الاخرين باش يسلك هو. اسمعي اسمعي، لو كان وليدك ما عنده ما عمل لو كان ما راحش هنايا، فهمتي؟ حاشاك بعد الشلا ودي ساق مين فوق. خلي علو بليك هاوليا احنا ولاد زادو يسرقوا. شكون يعرف؟ سكتونا على طول ما تسكت. خليني نهضر، ما نسكتش. سكتينا على حمالتك. ما نسكتش بالك انتم اللي علمتوا ولادكم يسرقوا. ما علمناهمش على يسرقوا، والله انو ضيق اللي عليك. رد بالك تعورك. هذه مشكلة. واش كاين انت؟ انا اللي قلت لهم استلف الطوموبيل يا سبيكتور على خاطر نعرف نسوق. وين تعلمت على السوق يا سين؟ تعلمت نسوق في الطوموبيل نتاع بابا. شفتوا؟ انا قلت لكم يا سيدي وليدي خاطيه. يا كداش تحبي تهضري انت؟ شاتي هضرة مسكينة، ما كان ما دخلك. ايوا واش نهضك؟ ما تحكيش ولا وين؟ هذا دا وليدك انت. ياك تهضر معايا انا؟ بيان سور هضراني معاك. هذا ابنية شمن ليه العفو؟ انا ابني راه في الدار صاحبي موش هنا. يا ربي شكون راك دير هنا انت؟ شوف كيف هذا، واش كان انتوما تبعتوه في كوفوكاس شو تقول لي واش راك دير هنا؟ هاولهو هاي لا هاي خرجوا السكات. والله هشي وين هذا اللي بعثنا له بنتو هربت له من الدار. كيفاش يا اخي؟ بعثنا لك باش تحضر النهار اثنين حتى اليوم باش جينا. يا صاحبي الله قالب، ها الدنيا بعيده. وما صمت حق الفايز حتى من بعد جوج دجاجات بحراني صحيت لكم الهوم. با وعلاش بنتك هربت من الدار؟ استنى 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 سي با لا بنت كيفاش؟ والله عندك عاد ترانكيلي على حمالتك. مانيش نقابل يا صاحبي، نكلم عليها. با ديسكيتي معك ديسكيتي مع بلاك ليا على حمالتك. انتو خليتو العقل بنادم ولا؟ با علاش بنتك هربت من الدار؟ واش ندير هذا؟ كانت تاكل تشرب مكاسيه يا باس عليها، اضربها جن وطاك كتراحي. لا 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 لا
تعجل. لا 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 او الطفله قالت لنا وبلطتها من الكرايه وباش تزوجها كيفاش؟ هاني على وبليش بعدا ايوا صاحبي بغلت بلغت مقام الزواج ولا كيفاش ندير معاه؟ كيفاش يا عبد الله؟ الطفله في عمرها 16 سنه تقرا تبطلها باش تزوجها؟ او انت عندك يعني 16 سنه راها صغيره ولا؟ انا عباه يا واسمع انا انا امها عقدت عليها بولاد 15 سنه. يا سرات ما زالت صغيره الور. اسمع اودي لبنتك هربت من الدار ولا فوتن تاعك؟ شعر فوتن تاعي انا؟ يا سر اللي تسبق وغدوار واحد زي بنتك واش نطبق؟ واش نطبق؟ واش تبدا تمشي؟ هذا هو نطبق يا سر. وكيفاه؟ نجي الصباح ولا العشوه؟ اجي العشيه وجي معك هذه الورق. ياه اي لا تبقاوني على خير بس انا هذا اللي ما شافكش خير اللي طبق. با انت تكره له ما تكرهش؟ قرا في الليسي. واش يخدم بابا؟ ما يخدمش، عنده زوج وزينات وريستورون. والله زوج وزينات هاد لا فوار هنا. با دنسا اي او السوارد مدي شكون سركن كسر خلطه من الدرا حنا خبيناها. وين خبيتوها؟ في بوزريا. في بوزريا فوكو شد فمك قال لك الفم المسموم ما تخلو تبانه يا اخي شانطه يا اخي ما كاش بعد السبت كيما شوفي شدي موضعكم فاضي يا ودي راكم يا ودي راكم في زوج حلوين قاعد يقعدوا علينا. انت يا خوتي تسكت حتى مرتكم في حاجه ماشي معاك. واش هذا؟ انت الو شفتو انتما تدوسو بلي جي ولا تكم يدوسو؟ ايا كمل الهضره نتاعك يا حمالتك. بعد تلاقينا في بوسطه كبيره شفنا واحد بالدرام بزاف تبعنا وسرقناهم له في الترولي. ودرام واش وصلتو بهم؟ صرف لهم. صرفتوه؟ كداش في عمرك انت؟ 16 سنة. 16 سنة. الارض في عمرك 16 سنة. انا اعتبر الدولة انايا. اصلا نهضرو في زوج. ايه ما انايا. الارض في عمرك 16 سنة وتعلمت تسرق. الارض مولا 20 سنة وتولي تقتل انت. كنت هنا. با. عندك بابا. يسمع عنده ما عندوش. انا يما وانا بابا. الو صافي وتبع عندوش؟ لا لا عنده بصح هذه 6 سنين من اللي راح علينا لفرنسا وخلينا. راه يبعث لكم مصروف؟ لا لا من نهار اللي راح ما بعث لنا لا بريه ولا سوارده. تسكداش عندكم الاولاد؟ عندنا 4 يا سيد. وكيفاش راكم عايشين؟ اي راني نخدم عليهم. واش تخدمي؟ نخدم في رمليه في السبيطار. ايوا با على دي دواش ما تزوجيش او داك دا تكعدي في دارك تربي ولادك. ماذا بيا لكن ما ننجمش. حيوة علاش ما تنجميش؟ على خاطر ما نش متلقى. هو زوجتن وانا خلاني هنا حصلة. اذا هو الزوج ليه كما راكي تقولي انا لو كان جيت كما انتي نزوج هنا. عاد انت الشيخ المدبر وكاتلك تدبر عليا انت. شفت شحال يدخل روحه؟ يا سكتين انت فهو في زوج سلاكيتو. عاد هو صامت ودنتي لسكا. ولكن انت كيفاش عرفتي اللي راجلك راه مزوج؟ صحابو اللي كانوا تما معاه جاو. اما لا هما اللي خبروني. على كل حال نقول لك حاجه مخلوقه لما يضربوه الحيوط يولي وحده. ما
ديك الساعة ما عندي ما ننزل فيه. سكتونا خلاص غنجقتو وحبسو تخلونا نتملو لانكيت نتاعنا. والله حتى نسيناها. والله با هاي سرقتو التنوط؟ وي. سرقتو الصوارت؟ وي. من بعدنا وصدمتو على بارتما اكزاكت سوا سوا فوالا. واش كاين؟ كنت معاهم انت؟ انا؟ بابا بزابط غتعبي تحصلني ولا؟ يا لا رسكت ما تعاونيش الحمال ديك انا تعاوني كي تسكت. با دي شكون دي شكون الكافس فيكم يكون لي عاود كيفاش زمتو الرتما؟ يا خفونا ما بقناش وقت. با ما حبيتوش تهضروا دي شكون فاهم فيكم؟ يا عزيزي اسم سعدة مين هذيك الفهمة نتايا؟ اسمعي اسمعي مخلوقاتي سكتي خليها الطفل يهضر. وعلاش نسكت؟ علاش غير هو يهضر؟ علاش الاخرين ما يهضروش؟ الاخرين هضروا وخلصوا. سمعتي انت راني نشوف فيك اليوم نعطي نعزلك بطريحة. ماما شوفي اقعد انت يا مخلوقة صح بركات بركات انتي وكيلة وما تحشميش ها؟ راك تشوف يا سيدي حتى في داركم مازال ما سلكناش منها. ايا كبس انت كمل هضرك في البث مثل بكر. انا وهذا حنينا الباب والاخرين كانوا يعسوا. ما شحلتوا الباب؟ طرف تاع الحديد. طرف تاع الحديد؟ اوت كيفاش تصدموا البرطمان تاع الناس وما تخافوش؟ راك تعرف بلي ما كان فيها حتى واحد. ولكن كيفاش عرفتي بلي ما كان حتى واحد؟ إما هي اللي قالت لي. كيفاش يما؟ ايه انا رد انتي توري لوليدك فين يصدم مع البرطمات. ياه امرات قولي لوليدها من يسرقها. هذه راهي قالت لهم رقدوا كاع. قالت لهم رقدوا كاع. عافي الله فمك نتايا. شفتي نتايا على كي تشد فيا؟ هيا نغم نغم. ايه قعدتي ترانكيلة؟ كوكوشي العزيز انا يا قلت لك روح سرق برطما. لا لا ما قلتي ليش. ايا تفهموا لو ترمى الواحد يهرتكم ها؟ سينا يا سيدي عش تهردنا خليك تفهم انا ولدي بو كوكو. وعلاش راك تقول لهم باللي يما هي اللي قالت سرق البرطما؟ انت اللي قلتي لي ما نخدمش ثلاث ايام على خاطر السي حمد ولادو راحوا الحمام مريغه. وخدي صار هذا الشيء سرقت البرطمة تاع سي احمد. اسمعني يا بو. اسمع وشكون هذا السي احمد يا سي؟ الراجل اللي نخدم عنده يا سيدي. الراجل اللي نخدم عنده هكذا يا سيدي علي الله يوفقك. رحت سرق قدامك كنت نجيب لك منها الخبز بو عليا وعلى سعدي بو. كان واحد السيد حبي شغل كان واحد السيد حب يشوفك. ده انا ما شفت حتى واحد كل يستنى الزهور هي مهروسه بك. ما عرفتش نستنى وماذا بيا نعرف وليدي واش راه يوسي هنا. ريتي روح انت خلاص خدمت زيك. رحت قاعد ليك حملتك ومن بعد زينه وتفهم. لا يا اخي ما رفعتش ونحبك نعرف. اسمع يا سي حبت الصوت تاعك صح. اعلم باللي وليدك راه سرق طوموبيل وسرق دراهم وصدم على برطمان. كيف هادشي؟ اللي سحبوا لي كانوا معاه. انا وليدي ما عنده حتى صاحب وما عنده حتى علاقه مع هذا الناس. ياك هادو شحال من مره قلت لك ما تخافش وما تمشي معاهم. انا وليدي ما عندوش علاش يسرق. ياكل مليح يشرب مليح يلبس مليح وما يخص والو. انا وليدي عاقلو كل شيء. وعلاش حنا ولادنا جاو يطلبوا عندك يا حسن؟ ايه ها؟ جاو يطلبوا عندك وتكون في يوم الجاية. يا ما نعرفش
ما نتكلمش معاك. ايوا دوك ما سكتوش علينا ولا واه؟ لا 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 خليها تواجبوا، ماكش تشوف فيه ملي دخل هو يسب فينا. يا ودي راه يسب في روحه، ما راه جا مخبر كاع. شكرا. سب في روحه. او واش حاسب روحه؟ هات انت تعين لي راك غلط وليدك عطيتو كلش مي الصحه وما عطيتوش. واش هي الشيء اللي ما عطيتولوش يا اخي؟ التربيه يا اخي، لو كان ربيته ما يروحش يسرق. سامحوني نعمل تليفون؟ اعمل من يا تليفون، تليفوني فين تحب. انا شفتو هاد انتوما ما تربوش ولادكم عاد حنا نحصلو بهم. انتي لا جوزا وقريب تموتي وتردي الدوسي. وعلى تدلي في القدره. الو سي محمد. اهلا. ندير شكون هذا سي محمد؟ انت واش دخلك؟ اسمح لي. سي محمد. ايه نايه. خير الله يبارك فيك. كنت مسافر اليوم جيت برك. انا عمير. رحت اشتريت محل في باريس. يبارك فيك يسلمك. وما تخافش راني ما نسيتك، راني جبتك شويه فرماج. انا عمير. بالامزيه. قول لي سي محمد، راني عند الشرطه. حكموا وليدي وتهموا بسرقه والله ما نعرف المش. ما عليك صح. سي محمد حبيت نتكلم معك. هضر ما نهضر مع حتى واحد. وليدك كاين ولاد نتاع الاخرين، انا نخدم خدمتي بي سي تو، الوغ سي با لا بين، الوغ سي با لا بين تليفوني لا لسي محمد لا لسي كدور. روحي قاعدين في بلاصتك انت، روحي. اسمح لي، المرسيدس اللي واقفه عند باب الدار نتاع ايه؟ ماذا بك تنحيها من ثما خير ملي ندير لابروس. دير 10 يا عمي. دير 10، اعطيني كوانتو بصحة. عمي وراكم عارفين باللي هذه المسألة راح تسقم لكم غالية. انا من عندي راك تغيط باطل. اعطيني بيرمي تاعك. صح هكذا تسقم لك رخيصة. هذه الفورية. راح تقعد ليك. راح تقعد ليك وسي با لابان تحل في مكة. اوالفت التليفون والهذا والتليفون والاخر وزاد تجيب العمي وزاد الاخر تجي خوتي وهذا على البركه تاع حنا ملينا من الفربيات هادو. الشه غزالك واحد الزواخ. الشه ما عندك ما تخسر فيا. كيما نخسرش فيك ديش كنت تحب ندير. خذ موقف يا انسبكتور. تاخذ موقف، تاخذ موقف، تاع من بالك سهل انت تاخذ موقف. على بالي ماشي سهل يا انسبكتور. الدراري راهم صغار يسوم مينور ما نجموش ندخلوهم للحبس. زادك اللي كنت نخمم انا. وانا لو كان تاخذ رايي تليفوني للجيج هو يعطيك عقليه وتوالم ندخلوهم في لي سونتر دو فورماسيون. فينهم لي سونتر دو فورماسيون خدمتهم انت؟ كاين لي سونتر دو فورماسيون. تليفوني. تليفونو على الزهر تليفونو. تليفوني كمان. ما تقوليش سبوند تليفوند. الو سيدي جوج سبكتور تاعنا لاباري نستكلف لي زافيرات نتاعك تيلات ولي زافيرات نتاع السرقة. سيدي جوج أوزان راح نهضر لك على حل لافير. أوزان زي حرب أولاد هنا قدموا واحد سريكة صغيرة. أوز ماشي كبيرة سيد جورج. أوزان حبيت نسمح لهم. سيد جورج. أو 16 سنة في عمرهم سيد جورج. تقريبا يروحوا يخدموا سيرفيس ناسيونال. ميرسي سيد جورج. انا كنت نسمح لهم على ارضي. شكون رايك انت؟ مرسي سيدي جورج، مرسي يرحم مالتك.
هيا تبقى لنا على خير. واش قال لك؟ ها؟ واش فيك؟ قلت عبد كيلو من بعد زينات فهم كلش. على الارض انتو معاه؟ غازر اكل عيدك من يد من جيبك انت. اوو على الارض ردوا بالكم ما؟ غازر يدو تسركوا غازر وكان هكبطكم هنا ونهرتكم ما؟ وانتو ما يرحم مالتيكم وتربوا ولادكم ما؟ الله يسترك يا ولد. هيا ولادكم وتبقوا عليه. وهذه الأخرى. هذه الأخرى. هذه الأخرى. اسمع يا شيخ. يا شيخ. يا شيخ. يا شيخ. يا نسألك صح. وين كنت قبل ما تجي تسكن في العاصمة وين كنت تسكن؟ كنت تسكن في طابلات. في طابلات. وعلاه ما توليش لتم؟ درك راهم عملوكم تاول. راهم بناو قريات فيهم الماء وتريسيتي وراهم يمدوا في الارض وعلاه ما تروحش تفلح ماشي خير ها كما اجمل نجيب دمي يا ونقول لك اللي زيتو غبطوه هنا غير حردوه افهمت يا انسبكتور على ما شدا الدراري يتشوف جو ويتعلموا السرقه بيان صار هذا انا فهمت هذا جيب لك لافات نتاع الوالدين نتاعهم اوي هذا واحد مزوج يبانزوني ولادو ومرتو وي هذا وحده مزوجه وتسمح في ولادها وي هذا واحد مزوجه وكيزيد يزوج وي عندك الحق او تزوج الاخرى و 10 ساكنين في حل بيت كارينها ب 100 دينار وي أزر أخرى تروح تخدم تخلي ولادها عند الكونسيرجا أوي أنسيتي رانسيتي رانسيتي واش الوصيفة رابور يا انسبكتور رابور وتواسي من بعد أنا ونقول لك أنا ونقول لك فين تواسي صح واسحب أنت سامحني يا انسبكتور ولكن راهي ستة وراني جبت لكم زوج كوبيطات وشوية قهوة واشنو هذا واشنو هو واشنو واشنو نسيتوا واش قال لكم سيد الكوميسار المقبله لازم تبعثوا في السيلول القهوه والله راه حلوه وعندك القلب وما زالت فتحه هيا عاود عم بالك بالساعه والكوميسير قال هكذا ما ماش واش قال لك اليوم لافات نتاع لابوليس عاود يسمحوا لنا